مخبز مسلم هانز الخيري مشروع إنساني يقدم الخدمات للنازحين والمهجرين قسريا بمخيم السويداء غرب مدينة مأرب، حيث يستهدف 5000 فرد في المخيم كمرحلة أولى في الوقت الذي يتم فيه تأسيس مخبز آخر ليتوسع نطاق مسلم هانز بهدف تغطية احتياجات النازحين. ضمن المشاريع النوعية المسلم هانز مشروع الأفران في اليمن بشكل عام، تقريبا هناك 5 أفران، منها فرن في محافظة مأرب، وفي الآن في مطلع هذا الشهر يتم إنشاء فرن آخر. الفرن الذي له عام يستهدف بشكل يومي، يعني ينتج بشكل يومي 10,000 قرص من الروتي، ويوزع على 5,000 مستفيد في مستهدفين الآن مخيم السويداء، ومحدد لأسر الأيتام والمعاقين، الأرامل، الأمراض المزمنة، الحالات الأشد ضعفاً كمرحلة أولى، إلى أن يتم التوسع بشكل واستهداف شريحة أكبر إن شاء الله. المخبز يعمل بطرق آلية حديثة وصحية توفيراً للوقت والجهد، إذ وفرت منظمة مسلم هانز جميع الإمكانات حتى تقدم خدمة للنازحين في بلد ارتفعت فيه معدلات الفقر والبطالة. طبعا فكرة المخبز هذه متقدمة على فكرة المخابز العربية العادية، فعندك أدوات مش موجودة بالأفران العادية، هذه أكثر صحيا وأوفر للوقت. عندك هذه العجانة اللي يشتغل عليها حاليا، وعندك قطاعة استغناء عن العمل اليدوي اللي كان يقطع من أول، وكذلك عندك فرادة اللي هي هذه نستغني عن شغل اليد، لذلك صارت العملية صحية مكتملة. نازحون لطالما افتقدوا لمثل هذه المشاريع المستدامة، حيث يعمل المخبز بشكل يومي منتجا 10,000 قطعة من الخبز ليوزعها على المستفيدين من الأيتام والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة، في وضع إنساني يزداد تعقيدا يوما بعد آخر. عندك هذه الخمارة من جانبي هذا، والفرن يعني أكملوا علينا، وفر علينا وقت، وفر علينا عمالة وكل شيء، باعتبار الفرن الآلي كونه فرن صحي وآمن 100%. وتبقى حاجة النازحين إلى مشاريع مستدامة تغطي احتياجاتهم ضرورة في ظل استمرار حركة النزوح وفقد كثير من الأسر لمصادر دخلها، فيما تمثل الأسر الأشد فقرا النسبة الأكبر في أوساط النازحين. خليل المليكي لبرنامج أسبوع البلد مأرب.